شيخنا الفاضل، هل تجوز الصلاة في مسجد يقوم الإمام بدعاء عقب الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة، وهذا الدعاء بعد الصلاة إذا كان يرفع صوته أو دعاء جماعي بعد الصلاة هذا بدعة، هذا بدعة، لكنه لا يمنع من صحة الصلاة خلفه، لا يمنع من صحة الصلاة ما دام ما عنده شرك بالله عز وجل، وإنما عنده شيء من الابتداع الذي لا يصل إلى حد الشرك والكفر تصح الصلاة خلفه، لكن مع نصيحته، مع نصيحته والبيان له إن هذا غير مشروع، وإنما الدعاء يكون في غير هذا الوقت.